بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير وعافية إن شاء الله وسعادة. اليوم بشرح لكم إن شاء الله جميع وضعيات الإسكال الذي هي الجمجمة وكيف تطلع صورة الأشعة. فالجمجمة معها كثير وضعيات، فنشرح لكم إن شاء الله قدر المستطاع. لو سمحت لا تنسي الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد، ولكم جزيل الشكر. معنا الوضعية الأولى للإسكال الجمجمة الذي هي anterior posterior، أمامي خلفي. شوف المريض يكون واقف في هذا الشكل، شوف كيف في هذا الشكل التيب يكون موازي للرأس، شوف كيف. هذه الوضعية الصحيحة للانتريور posterior للإسكال الجمجمة، شوف كيف بهذه الوضعية يكون المريض التيب موازي للرأس تماما. ففي الوضعيه هذه الاولى الذي هي انتيرير بستيرير سكال انتيرير بستيرير بيطلع لك صوره الاشعه في هذا الشكل، هذا سكال انتيرير بستيرير الجمجمه امامي خلفي. ومعنا الوضعيه الثانيه الذي هي بستيرير انتيرير، هنا انتيرير بستيرير وهنا بستيرير انتيرير سكال بستيرير انتيرير. شوف كيف المريض كمان واقف يكون في هذه الوضعيه، شوف كيف وضعيه المريض. هذه الوضعية الثانية للإسكال للجمجمة بستيرير أنتيرير، شوف كيف تكون في هذا الشكل. هذه الوضعية الثانية الذي هي بستيرير أنتيرير، بطلع صورة الأشعة في الوضعية الثانية الذي هي بستيرير أنتيرير في هذا الشكل، هذه صورة الأشعة للبستيرير أنتيرير للجمجمة. ومعانا الوضعية الثالثة الذي هي سكال كمان بستيرير انتيرير 15 درجة، بتكون كلاد ويل 15 درجة. شوف التيب كيف يكون، بيكون بهذا الشكل التيب، شوف 15 درجة هنا اتجاه القدم 15 درجة. شوف هذه الوضعية كيف، هذه 15 درجة بستيرير انتيرير سكال للجمجمة. شوف في هذه الوضعية بطلع لك صورة الأشعة في هذه الوضعية اللي هي 15 درجة في هذا الشكل. ومعانا الوضعية الرابعة الذي هي اسكال بستيرير انتيرير كمان من 20 إلى 30 درجة، من 20 إلى 30 درجة. هذه 15 درجة هنا بيكون، شوف التيب كيف، لكن هذه 30 درجة، من 20 إلى 30 درجة بيكون، شوف كيف التيب كمان إلى الأسفل اتجاهه، لكن شوف كيف الوضعية بهذا الشكل، يكون الكاسيت مرتفع فوق، يعني التيب فوق مرتفع، انطلاق الأشعة تجي للجمجمة مباشرة. شوف في هذه الوضعية بتطلع لك صورة الأشعة في هذه الوضعية بهذا الشكل. ومعانا الوضعية الذي بعدها سكال انتيرير بستيرير اكزيال، انتيرير بستيرير اكزيال. شوف كيف المريض، المريض يكون في هذا الشكل، شوف التيب اتجاههم فوق إلى الجمجمة مباشرة، بيكون إلى الرأس مباشرة، شوف كيف في هذا الشكل. شوف على التيب وشوف على المريض كيف وضعيته في هذا الشكل، بطلع لك صورة الأشعة في هذه الوضعية الأكزيال انتيرير بستيرير أكزيال في هذا الشكل، شوف كيف إلى وسط الرأس مباشرة بتكون. ومعانا الوضعية الذي بعدها اسكال بستيرير انتيرير اكزيال، هنا انتيرير بستيرير وهنا بستيرير انتيرير. شوف كيف وضعية المريض، المريض يكون مستلقي على الطاولة هنا، فيكون كأنه صلين، شوف في هذا الشكل، بس هنا مستلقي، شوف كيف الرأس حقه وكيف اتجاه التيب إلى الرأس. هنا بيكون صورة الأشعة بتكون في هذا الشكل. ومعنا الوضعية الذي بعدها اسكال لترال، الجمجمة جانبية. شوف المريض كيفه في هذا الشكل، بيكون المريض واقف في هذا الشكل أو مستلقي حتى لو كان في الوضعية اللترال، شوف كيفه. هذه الوضعيات اللترال للجمجمة، بطلع لك صورة الأشعة اللترال الجمجمة في هذا الشكل، جمجمة جانبية. ومعانا الوضعية الذي بعدها سكال سيبمنتو فرتيكال،
الريكت، شوف كيف المريض يكون واقف في هذا الشكل، شوف كيف التيب من فين انطلق التيب، من الفقرات العنقية من السيرفيكال بيكون أو من تحت المنديبل الفك السفلي مباشرة، شوف كيف بيكون، شوف كيف في هذه الوضعية بيطلع لك صورة الأشعة في هذا الشكل. ومعنا الوضعية الذي بعدها كمان سكال سيبمنتو فيرتيكال سباين، المريض يكون مستلقي هنا، هناك إريكت وهنا سباين، شوف كيف وضعية المريض وكيف الكاسيت فين، الكاسيت تكون في هذا الشكل، شوف كيف بطلع لك صورة الأشعة في هذا الشكل. هذا وضعيات الجمجمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.